بين الابتهالات العتيقة وخبيء الموروث المولوي البديع وما حفظه التونسيون من قدود حلبية عن جميل أداء الفنان السوري الكبير الفقيد صباح فخري، تجولت أصوات سورية فاتنة بحضور عطش للفن الراقي حتى سقته تفاعلا وطربا. العطاء واحد، يعني مثل الشباب كلهم اخذين من الكبار ومتنوع بنفس الوقت، فيه قدود وفيه مولويه واناشيد صوفيه. بليله مميزه مليئه بالموشحات الاندلسيه، فاصل اسقل عطاش والقدود الحلبيه والاغاني اللي دائما الشعب التونسي بيحبها وبيطلبها. سهرة استثنائية بين سهرات مهرجان رمضان في المدينة، اعتبرها الجمهور تتويجا فنيا بديعا لعودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية رسميا، تتويج يجدد مشهد محبة دائمة وثيقة بين الشعبين الشقيقين. حاجة حلوة، السالة حلوة، الحلبي حلو، السوري حلو، وإن شاء الله ديما مخيين مع بعضنا، وخاصة بعد رجوع العلاقات التونسية السورية. الفرحة فرحتين هي تتسمى، لأن سوريا عندنا علاقتنا معها كبيرة برشا. هيلة وطربية وراقية، سختو راقية. تفردنا على الأقل ونظفنا وذنينا شوية. الخرخرة العادية حلوة ياسر السهرية، تعترف بشيخنا من قدام. ما الفن هو اللي يجمعنا، دونك طونكو فما الموسيقى الشعوب كلهم يبداو خير. اليوم نهار اكسبسيونيل تونس. ها؟ السفارة رجعت، السفير رجع، اليوم وزير الخارجية السورية في تونس، شيء يعمل 66 كيف إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. Extraordinaire, on était ravis, ravis, ravis. D'ailleurs, avec la famille, on était là, on était tous ravis. روعه روعه من الفن الحلبي فريمون شيد. انا حقيقه عدينا ساعتين متعه كبيره. من احلى العروض الحقيقه. كلما تقدمت السهره اعجبتني اكثر، الرقصه احببتها كثيرا. معناتها هذاك اللي نقول احنا التخميره. وكملوها بالرقصة الصوفية وهي من أروع الرقصات. شيوخ سلاطين الطرب الذين أطربوا كأجمل ما يكون حضور مسرح الأوبرا ليلة الاثنين، مجموعة أصوات بديعة وعازفين مهرة تأسست سنة 2000، تجدد عهد الفرق الطربية الحلبية العريقة وتزيد ألقها.